يا ودي السيد ماشي باري ومديكلاري، اليوم راح نسقسيو المسؤولين تاع المحنة على المحنة، والفاهم يفهم، تبعني. واش رايك في واش صرا في سطيف؟ ابروتي اللي دار هذاك الشيست انا بروتي. يعني واش دار؟ يعني والله حاجه مليحه اللي دار. واش دار بولحيه هذيك؟ نورمالمون التماثيل كي يديروهم يديروهم مستورين. كان هذاك راجل يا اخي راجل، باسكو علاش ابراهيم عليه السلام حارب التماثيل؟ ليك استراني معاه 200%. علاش؟ كيف هذوك انت مراه عاريه هكذا انت تحتها نشرب انا يا اخو؟ وصل اخينا طيح فورا ما استقبل ما قبلوها. طيح كاع هدمها. ايه هدمها، دارها في بالو طيحها. حاجه مليحه، حاجه تشرف البلاد خالي. وش رايك في اللي يضربوا بالبالا؟ انسان مهبول تروح تضربوا بالبالا وتضربوا بحاجه هذاك دير لا حاجه مليحه. علاش؟ بيسك الفوارة هذيك راهي مكشوفه يا. شايف انت راك بور ولا كونتر باش نكسروا هذاك التمثال؟ ضد تكسر، عليه يكسرها. بوركوا؟ كاع الناس ما كسرات، اسمها هو انتيليجون على الغاشي كاع تاع على لي زالجيريان. انت راكي معاه ولا ضد هذا؟ خويا العزيز انايا شوف انا كي كسر ما عندوش الحق باش كسر، بصح التمثال كي يديروه يديروه مستور. انا معاه انايا، انا وكان جات لي نكسر كاع التماثيل. انا ضد انا. علاش؟ علاك باسكو سيت ان تريك مونيمون هيستوريك. لا تصلح ماشي مليحه ولا ما تصلحش مليحه. تمسخر كيفاش واحد يكون بور باش يكسر حاجه كيما هذيك؟ سيت مونيمون هيستوريك هذاك. واش بيك؟ واش رايك في الاخوان المتعصبين؟ انا ضدهم خويا. اسمع روح اللي يحب يسمع يروح الجامع يسمع. ما كاين، ربي خلق وفرق، كل واحد والعقليه تاعو. بون ما نقولش انا اخوان متعصبين، هادو راهم على الحق وراهم على الطريقه الحق اللي جاب بها الرسول صلى الله عليه وسلم. اي بور دير باغ اكزومبل هادي ما كاش هادي كاين وقدام لا ومليه، هي كاين الدين او باين سي با بان دو فير ترو. متعصبين صديق متعصبين على الحق انا معاهم، ولا متعصبين على العيانه الحاجه العيانه مانيش معاهم. خويا مروان نسبك اللي قالوا اعطيه لي باري ولا لا فهم. المهم انا فهمت وان شاء الله انتم تفهموا. سلام. ما عادش كيش نقدروا نفهموا بو بكر، دوكا نجي لك سي حليم. قلت سمعت لا ماجوريتي بلي كانوا كونتر. هاك شفت عيلة مواطنين سقساهم الناس، دوك العينة اللي تعرفهم انت ماشي كما العينة اللي الطبقة الشعبية اللي نعرفوها. انا عندي باج فيسبوك وين لو جاستي لا ايتي كونداني، جي 5000 لامية في الفيسبوك. دونك دوك واش نقول لك لو جاستي لي كوندانابل. كاين من 13 واحد سقساهم، من 13 واحد سقساهم تسعة كانوا فور، أربعة كانوا كونت، والأربعة اللي كانوا كونت لا بلوبار سون آجي. سون آجي يعني عرفوا الجزائر تاع السبعينات وماشي شباب. دونك سي تري انكيتون، سي تري انكيتون. اسمح لي كيما قال خويا رضا، هذاك السيد لابس أرماني ويقول لك راني معنا السيد كسرة. يروح يلبس ديستريج، يروح خيط انت القميص تاعك وروح السيد. شوف ولا هذيك المرأة قعدت تستروها، يعني المرأة هذيك تعرف خير من الأرتيست. يفالي نستروها، دوك الأرتيست ما يعرفش مسكين، يفالي كي دارها في 1900 يتفكر بلي كان مرأة بالحجاب في بير خادم تقول له لازم نستروها. سي نونسونس. هاي المدرسة الجزائرية واش جابت؟ هاي المدرسة واش جابت؟ سي سا ليكول تاع بنبوزي تاع 19 سنة. فوالا لو ريزولتا. سي جاب الخير، كنت حاب. لا حنا أنا حبيت نقول زوج حاجات. أولا نستدرك نضيف حاجة لعبدو اللي قالها، قالت لي ميليتار كي نون با ايتري بري اون شارج. إيا دي سنتين دو ميليي d'enfants victimes, c'est-à-dire qui ont été traumatisés par des scènes de terrorisme et qui n'ont pas été pris en charge. Je vous signale que ces enfants-là, qui sont mariés et ont des enfants, alors est-ce qu'un traumatisé qui n'a pas été pris en charge a le droit d'élever des enfants? Alors, bon, عقلية لا كونداناسيون دو لاغ، هذا الاشتباك السلبي مع الحداثة، هذا الاشتباك السلبي مع الفن. على بالك الشيء اللي يصنع الإنسان هو الفن. الإنسان اللي ما عندوش فن يولي حيوان، والدين اللي ما فيهش فن يصبح كيف نقول لك همجية وحشية. ما تنخلعوش لما واحد متدين وما عندوش لا نوسيون دو تاع دو لاغ تاع الفن يرفد موس يروح يذبح الناس. ما تنخلعش لأنه عادي، الدين ناقص الفن يساوي الهمجية والوحشية. هذه المعادلة. واش ما كانت الفن في الدين الإسلامي؟ فهمنا الساعي انت راك الإسلامي واش يقول على الفن؟ ذكر توجر بلي الساعي اسلامولوج وباحث في التصوف. الإسلام كدين يقدر الفن. داكوغ. انا جو سوي دو لا في تاع محمد دركو الله يرحمه. انا لا ادين الاسلام كدين بافعال المسلمين.
داكوغ. المسلم عنده افعاله مسؤول عليها، لكن الاسلام سي اوتر شوز. انا مانيش نقول باللي ما كانش اخطاء، الفقهاء الخطاب تاع الفقهاء فيه اخطاء بزاف في هذا الموضوع. نعطيكم امثله، مثلا مكتبه الاسكندريه لما فتحت مصر، المكتبه الاسكندريه حرقوها المسلمين. علاه؟ ما هو اللي راح يفتح الجنرال اللي بعثوا عمر بن الخطاب باش يفتح الخليفه الثاني باش يفتح مصر، بعث له قال له ادينا صبنا مكتبه كبيره واش تميز؟ قال له هذه المكتبه فيها حاجات خير من القران. او قال له ما شكيتش. إيه ما قال له حنايا في هذه الحاله ما نسحقوهاش مالا، دونك دبر راسك. حرقها. قال له دبر راسك. قال إيه قال له صديق الى انديريكتومون كونسيوني الاخر، دونك احرقت مكتبه الاسكندريه. الله يخليك الكسندرين احرقت ايطاج يونيفرسال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده الشاعر تاعو الخاص. كان عنده الشاعر تاعو، كان عنده المترجم تاعو من العبريه ومن عده لغات، كانوا عنده مترجمين يترجموا له ويكتبوا له بلغات واحده اخرى الى اخره، وكان يحترم الثقافات المختلفه عليه. دايوغ كاين اراء كيما هشام تعيط وكاع يقول لك باللي ديجا هذيك القضيه تاع انه ما كانش يعرف يقرا ويكتب، هذيك دوك تجاوزناها. الرسول ما كانش امي بالمعنى الاميه، سي با امي سافو دير ايليتري، امي معنى عندها معنى واحد اخر، اما هو كان يقرا ويكتب. وكاين كاين اراء درك في المؤرخين، ماشي ناس برك، مؤرخين كيما هشام جعيط باغ اكزومبل، يقول لك دي غون بروفيسور ديسوار، يقول لك باللي الرسول اقام عاش مده طويله في الشام وخالط الشاميين والسوريين وبالخصوص المسيحيين وقرا كتبهم. دونك رانا بعاد دروك في الاراء الجديده. مش معناتها امي، انا مش معناتها امي، امي سي اوتر شوز. امي كاين عندها دروك زوج معاني، كاين اللي قام يقولوا درك باللي امي هي نسبه لام القرى لمكه، يعني مكي، باسكو هي ام الاسماء في القران، قال ام القرى لتنذر ام القرى. امي نسبه الى ام القرى، دونك هو من ام القرى، دونك امي كما تقول انت دوك بليدي عاصمي مهراني فوكاسي اوكي. دونك او تقول امي بمعنى عنده صديق بالنسبه الى الام، الى الام صديق قريب من ثقافه امه ومن البساطه وال كومون ديغاج لا بيورتي دو لا مير، فوالا قريب من الصفاء تاع الام. هذا هو الامي صديق، كالكا اللي ماهوش صديق كي نا با ايتي كي نا با ايتي كورومبي. هذا كاين كلمه اسمها ابي ولا ما كانش، لانه الانسان ينسب لامه. على يقول لك لغه الام باسكو التربيه 95% سي لا ميغ ابسوليمون، كاين لا لونغ 95% من التربيه من الام. كاين مساله تاع الفن، كاين بزاف انا جاي الفقهاء الفن يقول لك حرام كي دير تمثال، يقول لك حرام كي دير طابلو داغ. هذه كاين من هنا ما كاينش من هنا، قم ببساطه الاصنام اللي تحطموا عليهم في الدين الاسلامي ولازم نهدموا الاصنام اللي كان يتعبدوا. الشيخ محمد عبدو، اولا القران ما كانش نص صريح يهدر على هدم التماثيل الا الحاله نتاع ابراهيم. ابراهيم عليه السلام تعال على ابراهيم. بوكوا؟ باسكو ابراهيم الاصنام هذيك اللي كانت في غروب ما سيتي با دي زوفغ دار، سيتي دي زيدول، كانت الهه تعبد. صح، يعني كان فيها مساله التدين، وهذه مساله مهمه بزاف. دوك انت كي تقول لي هذا نكتب به، وتقول لي نصلي له نعبده، مش كيف كيف، مش سا ديفير. دونك الاصنام اللي كسرها ابراهيم هذه كانت الهه تعبد مقدسه وعندها طقوس ويصليوا لها وربما يركعوا لها الى اخره. سي با الكا تاع عين الفواره، سي با الكا تاع مي با لو كا تاع عين الفواره. ولهذا الشيخ محمد عبدو واش قال؟ الشيخ محمد عبدو كاين اللي ما راحش بعيد، يعني دار عمل كبير مهم جدا ولكن ما راحش بعيد بزاف، يعني سي تا ريفورماتور، يعني ماهوش ما كانش نيتي با دون لا مودرنيتي، كان دون لو ريفورميزم كيما الكواكبي والافغاني. قال والوحيد اللي قال هذا الكلام، قال باللي تحريم النحت صديق لا سكولتور تاع التماثيل ما عندوش علاقه بالدين من حيث هو دين، وانما عنده علاقه بالوضع التاريخي تاع العرب اللي كانوا قراب لعهد الجاهليه والاصنام. دونك التحريم تاع التصوير تاع التماثيل علاش ندار خاطر الدين كان مازال جديد، والعرب ما كانوا مازالوا ما نساوش تماما عباده الاصنام، ولهذا منع عليهم باش يمارسوا هذا النحت باش ما يعاودوش يرجعوا باش ما توقعش الرده. ودايوغ وقعت الرده ما نبقاوش نحكوا عليها باسكو حكايه طويله. وقعت الرده، بزاف قبائل خرجوا من الاسلام. علاه؟ خاطر ما كانش غنائم، ما كانش دراهم، خرجوا من الاسلام، بطلوا با، وصلات حروب الرده الى اخره با. ولكن ولذلك قال لك محمد، قال لك بصح خلاص جازوا 14 قرن
هذه الحكايه خلاص الرده، هذه الرده بالمعنى الجماعي تاع قبائل وشعوب ترجع ترتد عن الاسلام، هذه فتناها. ولهذا قال لك درك ني بلو كيستيون، درك ما نقدروش نمنعو، قال لك درك يرجع الامر لاصله وهو ان النحت فن. دونك سا با سونس تقول لي بيكاسو حرام، سا با سونس تقول لي اوكان سونس، سا نا اوكان سونس. حتى ولو كانت مرأة عارية، حتى ولو كانت مرأة عارية، لأنه الجسد كفن شيء وكفضاء للرغبة الجنسية شيء واحد آخر. كعورة يعني. لا فضاء لأن نحدد لك، أنا رحت أبعد منك، فضاء للرغبة الجنسية. واحد جهة حجرة أنا عليك بلي دوك الإنسان اللي يجي جهة رغبة كما قال لك جنسيا على قدام صخرة قدام رخامة، هذا لازم ندرسوه في رسالة الدكتوراه. هذا الحالة ندرسوه. سي الكاد سي مسيو. سي الكاد سي مسيو. سي الكاد. ولذلك محمد عبدو قال لك نو إني با، ونزيد لك ماخي لغنا باغ إكزومبل، لغنا كاين فقهاء مالكية كانوا عندهم المغنيين تاعهم. عبد العزيز ابن الماجيشون وهو أحد رواة الموطأ وهو أحد رواة المدونة تاع الإمام مالك، مشهور هذا، راه من كبار فقهاء من القرن الثاني يعني القديم، هذا كان عنده المغني تاعو سبيسيال وين يروح يديه معاه، شونتور تاعو كي شغل مش عارف انا سيدي ولا ما على باليش يديه معاه، قال لك اينما كان سيدي دوك يديه عايش معاه، عايش معاه ويسافر معاه، مفتي كبير هذا مالكي. ما كاينش يقول غنى حنا، ما كانش كانوا يقولوا لنا حرموا علينا كلنا جاد متعصبين. لا عاش في المشرق، كاين واحد عايش في الاندلس، والاندلسيين كانوا كثر في هذا الموضوع، كانوا مهتمين كثر. اسمع الفوالا زيد لك سمح لي، كاين اخينا في اسمح لي اخينا في سي في، ينوض اخينا تاعهم في سي في بيان رازي يبدا يكسر لهم في العصر العباسي، يكسر الحضاره في العصر العباسي. هارون الرشيد الخليفه هارون الرشيد اخته كانت تغني مغنيه شونتوز، خوه خوت شكون؟ هارون الرشيد عليا بنت المهدي، عليا بنت المهدي كانت مغنية والغناء تاعها مشهور، وحقرا الأغاني تاع الأصفهاني تلقى الغناء تاعها مشهورة، كانت مغنية مشهورة. وخوها يعني كان صوت المرأة يجوي دلا فلوت. نقشبندي نقشبندي شكون؟ نقشبندي فين بونسي اسمه نقشبندي؟ نقشبندي صوفي. أنا نقول لك الأصفهاني في الكتاب الأغاني يذكر لعليا، هذه عليا بنت المهدي كانت مغنية شاعرة ومغنية تغني، وخوها كان فلوتيست معاها. المتدينين لم يقولوا صوت المرأة عورة. شكون كاين المتدينين يقولوا هكذا صوت المرأة عورة؟ جيب لي آية نتحداك، جيب لي آية نتحداهم كاع، جيبوا آية فيها صوت المرأة عورة. ما كاش هذه أحاديث تخفض صوتها، هذه أحاديث. علاه داروها؟ أنا نقول لك علاش داروا. علاش ما كاش، علاش منعوا المرأة تصبح خليفة؟ علاش منعوا المرأة تصبح وزيرة؟ علاش منعوا المرأة تصبح قاضية وماشي كاع؟ اونكور ابن حزم يقول لك المرأة تقدر تكون قاضي، هو اندلسي مفتي فقيه اندلسي وامام مذهب. ابن حزم هو اللي امام مذهب، هو اللي كان يسمع الغناء. امام اي ابن حزم ايضا كان يسمع الغناء. ابن حزم كان يسمع نورمال عادي. دونك يعني المراه، علاش المراه همشت همشوها تاريخيا؟ علاه؟ لان القيم العربيه في اساسها قيم ذكوريه باترياركيه وذكوريه، دونك بطبيعه الحال المراه تهمش في ظل الثقافه الباترياركيه، في ظل المجتمع الذكوري بالضروره تهمش المراه. دونك شنو نديروا الاحاديث هذوك اليوم؟ الاحاديث هذو كاين منهم اسكو جينا بخيسون قلنا بلي كاين احاديث داروهم بالعاني خلقوهم لاغراض سياسيه. لا اسكو يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، هل هناك خلل صحيح البخاري صحيح؟ كاين خلل ماشي غير في البخاري، في جميع مصادر السنه، احمد، البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، الدارمي، مصنف ابن ابي شيبه، مصنف عبد الرزاق، مسند ابو يعلى الموصلي، كاع مصادر السنه كلها فيها، الموطا حتى الموطا كل مصادر السنه غير صحيحه، فيها احاديث مش ثابته مختلقه او تقدر تكون مختلقه وتقدر تكون ضعيفه وتقدر تكون تسربت تسللت. كيفاش صرات؟ كاين حرفت استاذ، كاين حرفت كما كاين حديث يقول لعن الله قوما ولوا امرهم امراه ورجعوا حكمتهم امراه. كاين بيان سور نو، كاين احاديث جايين بالعنعنه يعني عن ايه جايين بالعنعنه. المشكله ماهيش في النص، المشكله في الرجال هذوك في سلسله السند، رجال السند فلان عن فلان عن فلان. في بعض الاحيان الشخص يكون ضعيف ويوثقوه ويجوزوا له احاديث، خطر عليه. دوك هذا العلم نسبي، علم الرجال هذا نقد السنه،
علم نقد السنة، العلوم اللي مختص فيها البخاري ومسلم وهذو الحفاظ تاع السنة تاع الحديث، هذه العلوم نسبية ماهيش مطلقة، ماهيش كيما الفيزيك والماتو كاع، هذه علوم نسبية. يعني يقدر مثلا نجيب لك مثال دوك عكرمة مثلا، هذا أنا مثال برك ما ندخلش في تفاصيل. عكرمة سي ان بربر دابور سي ان مغربان امازيغي مشهور، من اكبر التابعين، تابعين من اشهر التابعين، وكان تلميذ تاع عبد الله بن عباس، كان تلميذ تاع ابن عباس، ابن عباس ولد عم الرسول، كان تلميذ تاعو عكرمة، مشهور من كبار التابعين، مشهور جدا. هذا عكرمة كاين اختلاف قد بن حملاوي في اسكو موثق ولا غير موثق، يتهموه باللي كان مع الخوارج، كاين اللي يقول لك ضعيف، كاين اللي يقول لك كان يدي الدراهم من عند الخلفاء، كاين اللي يقول لا كان عدل ضابط ثقه لا شك فيه، كان يقول لك كان امام الدنيا، بحر من البحور، كل واحد وش يقول عليه. دونك انت عكرمة، عكرمة هذا راى الاف الاحاديث راويها عن ابن عباس، وكاينه في التفسير تلقاها في الطبري، تفسير الطبري تلقاها في البخاري، عكرمة تلقى رواياته في كل مكان. دونك هنا اذا توثق عكرمة وتجوزوا في الادوان معناها السلعه تاعو كاع قبت بالمليح بالدوني، واذا تحبسوا في الادوان كلش راك كلش يحبس. سعيد انا باش نفهمك، كاين نصوص تقدر تكون كاينه بزاف، وكاينه ايفيكتيفمون بزاف نصوص جازت وهي ليست من كلام الرسول وجازت في الكتب. امثله اخويا سعيد، امثله، اعطينا امثله. امثله نعطيك امثله، مثلا يقطع الصلاه، تقطع الصلاه المراه والكلب الاسود، كيفاش الرسول يقرن المراه مع كلب اسود؟ واش جاب العلاقه؟ الكلب الاسود ايضا بوكوا لو نوار سبيسيالمون، علاه الاسود بالذات؟ على الاسود بالذات، واش علاقة وزيد علاقة الكلب؟ انه الكلب، الكلب مذكور في القران ثلاث مرات، وفي ثلاث مرات مسبو يعني ما قال عليه، مسبو ما قال، ما قال عليه والو يعني في لما يلهث يعني، وكلبهم باسط ذراعه بالوسيط، سورة الكهف، والاخرى ان تحمل فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه او تتركه يلهث الى اخره، ما سبوش. دونك كاين امثله، اللي قلت لك هذا هذا المثال، مثلا قضيه المثال اللي يقول لك الحديث اللي وصحيح، هذه اللي انا نقولها لك صحيحه، الحديث اللي يقول لك مثلا اللي يقتل الوزغ، الوزغ اللي احنا نقولوا زرزوميه، داكوغ، هذا يقول لك عنده حسنات ومانيش عارف، فك انت يا انت واش لازم تقتل الليزار؟ أيه. نعم بصح انت النبي، انت وينشت نبي عنده رساله روحانيه يبلغها للناس، يتلها بالزرزوميه، اسكو الناس لازم يقتلوا ويدير عليها حرب، يدير عليها حرب يعني قناطر تاع احاديث، جيوش تاع احاديث صحيحه في هذه القضيه، كيفاش انت هذه كيفاش انت تفسر هذه؟ العقل ما تخش في العقل، ما تخش في العقل، وزيد لك ما خير يعني مثلا مش مع المنطق. حديث صحيح مروي في البخاري انه قال لك سيدنا موسى كان دخل يغسل في واد، في واد، وخلى حوايجه فوق حجره، حجره روشي، حطوا حوايجه ودخل يستحم في واد، قال لك الحجره رفدت الحوايج وهربت له بهم. هذه وين؟ في البخاري. موجود؟ لا انا ما وصلتش عندي، لا موجود، حجره هربت بالحوايج، كانت تهرب الحجره البخاري. لا بيغ كو سا، بيغ كو سا، قال لك سيدنا موسى جاه ملك الموت، جاه ملك الموت باش يقبض الروح نتاعو، الوغ سيدنا موسى شغل ما عجبوش الحال، قال له نو سي با انكور لو مومون، مازال الحال، روح مازال، روح عليا مازال الحال. مخير هو. لا راني نقول لك حاوزو، قال له روح، الاخر كيما حبش قال راني نخدم فيه خدمتي، قال لك عطاه عور عينه. هذه ايضا كاينه صح، كاينه في البخاري هذه ثاني، الصراع القره بين موسى و علاش ما نسمعوش احاديث عن الفساد؟ انا نسمع شك فوا كنهضروا مع الناس المدينين، احاديث على المراه، احاديث على العوره، احاديث على الغنى، مش جاي ما سمعت احاديث على الفساد، ما تسرقش، ما تديش المال العام اكسيتيرا، اشكو كاينه ولا ما كاش؟ كاينه، كاين احاديث على الفساد، كاين مثلا من غشنا ليس منا، من اختلس من اموال المسلمين، كاين احاديث، كاين بزاف احاديث. هذه تؤمن على مال اليتيم؟ على مال اليتيم. وعلاش ما تسمعهمش هذو؟ ما تسمعهمش باسكو كاين مصالح هنا، وما يقولكش، يقول لك واش يحب هو، ما يقولكش واش لازم يقول. سي سعد احنا مربوطين بالوقت، انت واش راك تقول بلا فيرسيون، النسخة تاع الدين اللي راهي عندنا خاطئة. ماشي مانيش نقول، راني نقول فيها اخطاء بزاف، فيها بزاف حاجات لازم يعاد فيها النظر، تعاد في قراءة الدين، ماشي في الدين، قال لك في قراءة الدين، فوالا قراءة الدين، في نقد الدين، في نقد الدين، نقد الدين، تجديد، يعني يجب تحديث الدين، تحديث الدين، فوالا قراءات وتحديث، تجديد القراءة تاعو، يفو رونوفلي لا ليكتور دو لا ريليجيون، لازم نجددوا القراءة، قراءة النص الديني، قراءة النصوص. شكرا سي سعيدكم، احنا مربوطين بالوقت، باش نختم هذا الموضوع تاع بولحية وبو مارطو. أنا عندنا فيديو حصري ليه للمبعوث تاعنا الجزائري، راح عنده وتكلم معاه، نشوفوا الحد.
خويا مروان حصريا على قناه بير تي في وفي ايميسيون امبوسيبل اللي حبنا رانا هنا واللي ما حبناش رانا هنا. خويا مروان حنشوفوا بولحية اللي كسر عين فواره راح يزيد يكسر عين واحده اخرى. صحافه خويا صحافه صحافه. اصبر محمد صحافه روح من نشوف دارك روح من روح من خويا تقدر تقولنا على كسرت عين الفواره؟ عين الفواره خويا حطمت لي حياتي انايا ضيعت لي حياتي المستقبل تاعي راح انا قلبي تكسر على جرح الفواره باش كسرتها. كسرتها باسكو مو نروح نتزوج بها نروح نخطبها يقولوا لي مالي هلا يستمعوا فيا تركا يقولوا لي بلي اختك مريضه وكذا لونكيت لقيت بلي كاع شربوا معايا من عين الفواره الو كسرتها باش نتزوج خويا. وراك ناوي ان شاء الله تزوج؟ ان شاء الله سي بور سا نكسر في العين هذه باش وحده ما نشرب منها باش كاع نسيو له حلالي. ان شاء الله بارك الله فيك هاي نكملوا. خويا مروان يعجز اللسان على التعبير. صحيت خويا تزيري عن التعبير مش على التعبير. انا كما قلت لي مليح كي رحتوا عنده انا روح ناسي كلي يشرب منها يعني يبقاو اخوه من الرضاعه ما الرضا وسكاش تاعك عباك وين نروحوا نروحوا لاجون دوب زيرو اللي عطينا له ان ديفي وان شاء الله يكون دارو. لاجون دوب زيرو تفضل معنا. مرحبا. الله يسلمك. جبت لكم واش كنتو تحوسوا ولا لا؟ كلمات. الكلمات عندنا الموضوع عين الفوارة. أنا شايف وين كتبتهم أنا. عين الفوارة. صح. عندنا الكلمة تاع اشمئزاز. الكلمة تاع استجاب الخير هي الماء. 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 رضا عينين. لانتيريفتير. شحال واعرة. ومارطو. ومارطو. وسي مروان جاب الخير. أيضا. هكذا موسيقى احسب احسب راك تحسب يا اخي احسب كل ما تقول كلمه نرفع يدي انا معك. ناس تشكي والاخرى محتاره على واش السهرة في عين الفواره نساو واش داروا فينا الدوله مسكاره وشحال هربوا قدامنا مشكاره فيديو يدور الفيسبوك والتلفاز واحد يأيد والاخر فيش مئزاز الاخر حسب روحه ولا بوغاطو بلا علم ولا قراية يدافع على بو مارطو واحد مثقف حد ماتو الغمة ما يكحلش في ستاتو يروح يشرب بالماء يقول ما تشوفش في العريانة ما تقعد تحير ما يقولوا جاب الشر ما يقولوا جاب الخير حرد في البلاد راني نحوس على الكونتور بوليميك كيما هادي نهبط لانتيريبتور